السلام عليكم. إذا كان نسألوا أطفالنا في الابتدائي أو شبابنا إن كانوا في الثانوي أو في أي مدرسة، قولوا لهم 26 جانفي أش يمثل في تاريخ تونس؟ قلة قليلة قادرين باش يجاوبونا، لسبب بسيط، أنه هالمحطة التاريخية اللي كانت مفصلية في تاريخ تونس لم توجد في الكتب المدرسية، وإحنا عنا أمل بمثل هذه الجلسات اللي باش تفتح فضاء لنقاشات عميقة تهم مستقبل بلادنا وكيفية إرساء تاريخ بلادنا عن طريق الكتب المدرسية وفي شبابنا. إحنا عنا يقين أنه بفضل دستورنا اللي وقع سنه، واحنا اليوم نحتفلوا، مش اليوم يعني عندنا هليامات، نحتفلوا بالذكرى الثالثة متاعو، عندنا أمل اللي باش يجي نهار وهذا التاريخ سيوجد في الكتب المدرسية ويدرس، لأن التعامل التوظيفي مع التاريخ سيوقع إيقافه للجميع. لا حد له الحق في تزييف التاريخ، لا حد له الحق أن يكتب التاريخ حسب إرادته السياسية. هذا الحدث حدث مهم جدا في تاريخنا، هو حدث ميلاد الاستقلال التام لأكبر منظمة لعبت دور في مقاومة الاستعمار وفي بناء الدولة التونسية وبناء الديمقراطية في تونس. اليوم باش نسمعوا شهادات مهمة جدا، وهذه ما هي إلا بداية لإعادة كتابة تاريخنا، وخاصة إعادة تفكير من يريد النسيان ماذا حدث. وسنستمع إلى شهادات مهمة جدا اليوم، وشكرا لكم.